طبعا الحين بنشوف الاوترو باس والتحديث الجديد. نطلع الكتاب، اول خيار. طبعا الاوترو باس ب 40 قطعة ذهبية. طيب نشتريه. اوكي يقول لنا طيب نكمل، وبكذا شريناه. اوكي الحين نشوف محتوياته. هذه المحتويات، هذه اول 5 ليفلات. هنا فيه قبعة. الليفل الثاني الى 10 فيه مشية وفيه علم. صورة. طيب من 10 إلى 15 في أدوات الخيل أتوقع، بشي كذا ما أدري وش هذا. في أشياء الخيل بس ماني فاهم وش، ماني أعرف هذه وش وهذه. طيب من 15 إلى 20 في فلاتر، هذه فلاتر. في علم. من 20 إلى 25 في هذه ما أدري وش. في هذه الشارع العلامة اللي تكون على الحزام، وفي حركة. طيب من 30 إلى 35 فيه علم. هنا في قناع. هذا تطوير بس ما أدري وش تطوير الأسلحة أو إطلاق. وهنا في علم، هنا في حركة. هذا أتوقع نكهة أو مشروب. طيب من 50 إلى 55 في ماشي. هنا في علم، هنا في رقصة تحديث الأطلاق أو تقريبا تحديث الأطلاق. هنا في ملابس. هنا قفازات. هنا حركة. في كلب للمخيم بشكل جديد. وهنا بعد في حركة. هنا في حزام جديد. وهنا في علامة ثانية للحزام. وهنا في سكن جديد. وبس وصلنا المية. هذه المية، هذا كل الأوتوباص. صراحة ما في شيء أحسه حلو، بس عاد ما أدري. أنتم وش رأيكم؟ في أشياء كثيرة ماني فاهمها، ماني عارف وش. أوكي، وهذا الأوتروباس بشكل مختصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.